السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة بإذن الله هنحل على lesson 4 في concept 1 اللي هو digestive and respiratory system. تمام، يلا نحل مع بعض. أول حاجة choose the correct answer. تعالى نختار الإجابة الصح. The energy الطاقة that the living organism اللي الكائن الحي needs to perform different function محتاجها to perform. يعني ايه perform؟ يعمل ايه او يؤدي different مختلف functions. function يعني وظيفة، كلمة مهمة لازم تحفظها، وظيفة يعمل وظائف كتير. ال energy اللي living organism محتاجها عشان يعمل different function is obtained from. يعني obtained from؟ متاخدة من ايه؟ متاخدة من ال breathing بس؟ لا، ان الانرجي اللي انا باخدها عن طريق ان انا باكل. تمام، فباخد حاجات من الاكل، هاخدها من الفود، وباخد من الهواء، باخد الايه؟ الاكسجين. تمام، زي ما خدنا. فبالتالي يبقى ايه؟ يبقى الانرجي بريثنج اونلي. نركز بالنا كلمه اونلي. اونلي يعني فقط؟ لا طبعا. طيب فود بروسيسنج اونلي، يعني الفود يقعد يتكسر يتكسر زي ما خدنا كده؟ غلط. بس لا، breathing and running ان انا اتنفس واجري. والله اتنفس واجري كده تمام، خدت طاقة؟ لا، يبقى هنا breathing and food processing يعني ان انا اتنفس فاخد oxygen، وfood processing فاخد energy من الفود. يبقى دي. طيب number two، all of the following. قلنا all of the following يعني كل اللي جاي. are organs يعني organs، اعضاء، اي حاجة في جسمك اسمها organ. تمام، organs of digestive system except يعني ايه ما عدا؟ قلنا ناخد بالنا من الكلمة دي عشان الكلمة دي بيغلطونا بيها. طيب انا ال organs of digestive كانت ايه؟ تعالى نفتكر مع بعض. mouth، pharynx، esophagus، stomach، small intestine، large intestine، وبننتهي بالايه؟ بالانس. طب انا قلت mouth قلتها، لا دي معايا، stomach قلتها، esophagus قلتها، النوز دي باكل بيها دي ولا ايه؟ لا طبعا، يبقى النوز ايه؟ مش من digestive system. طيب number 3، digestive system begins digestion process، عملية الهضم. digestion process يعني ايه؟ عملية الهضم. begins بتبتدي in the ايه؟ بتبتدي في الايه؟ انا اول حاجة باكل بيها ايه؟ قلت اول حاجة اللي قلتها ماوس، يبقى اول حاجة الماوس. طيب which of the following يعني ايه which؟ قلت which يعني انهي of the following، انهي من اللي جاي؟ organs، الorgans دي doesn't share، ما بتشاركش in breaking down of food، ما بتشاركش في تكسير الاكل. الماوس بيكسر الاكل؟ الاستومك بيكسر الاكل؟ اللنج اللي هي الرئة بتكسر الاكل؟ والله انا بدخل اكل في الرئة؟ لا طبعا، يبقى الرئة دي ايه؟ doesn't share in breaking down of food. طيب number 5، crushing the food in your mouth، تكسير الاكل في بقك، is the function of ايه؟ مين يا ترى اللي بتكسر كروش كش بتطحن الاكل؟ مين؟ الاستومك في بقك؟ والله الاستومك في بقك؟ لا طبعا. التنج بيكسر؟ لا، التنج بيقلب، بيعمل ميكس. والسلايفا؟ السلايفا بتكسر؟ لا، التيس هو ده اللي بيكسر، صح كده؟ تمام، السنان. طيب تطحن. تمام، all of the following، كل اللي جاي، are correct، صح، about الماوس، عن البق، except، ما عدا، يبقى اختار لي الغلط. هنا بيقول لي it is the first organ، هو اول organ في digestive system. it has teeth، الماوس عنده teeth. عنده tongue. طب الاجابة التالتة ايه؟ بيقول لي it moves directly food to the stomach، بيودي الفود على طول للاستومك. ايه ده، امال الفارينكس والاسوفاجس راحوا فين؟ لا طبعا، يبقى الاجابة دي الغلط. تمام، number 7، the saliva in the mouth، الايه؟ الصلايفة في البق، makes the food، بتخلي الاكل become soft، بتخلي ايه؟ soft يعني طري ومشي، يعني ايه؟ يعني مطحون كده. والزهلب في ايه؟ اول حاجة هنا مكتوب teeth only، السنان بس؟ لا، التانية بقى مكتوبة ايه؟ التانية مكتوبة tongue only، هنا مكتوب tongue only؟ لا طبعا، اللي بتخليه طري وطري في نفس الوقت ايه؟ مطحون. تيس و اسوفيجس؟ لا، تيس وتانج، اكيد تيس وايه؟ وتانج. التيس بتكسر والتانج ايه؟ يقلب. ماشي، يلا نمبر نمبر ايه؟ نمبر 8، يلا بينا مع بعض.
ذا ثروت، قلنا الثروت ده دلع مين؟ ثروت ده كان دلع مين؟ كان دلع الفارينكس. يبقى انا كان الفارينكس is connected، يعني متوصل بالستومك to the stomach through عن طريق ايه؟ ادي الفارينكس وادي الاسوفيجس وادي بعدها الاستومك، ماشي؟ يبقى مين اللي موصل دي بدي؟ مين؟ الاسوفيجس. ولو قلتها ماوس فارينكس اسوفيجس استومك، يبقى مين اللي في النص؟ الاسوفيجس، ماشي؟ يلا بينا. نمبر 9، ذا اورجن، العضو، ذات موفز ذا فود، اللي بيحرك الاكل انتو ذا ستومك، يحرك الاكل انتو يعني الى، الى مين؟ الاستومك. مين بيودي الاكل للاستومك؟ ماوس فارينكس اسوفيجس، اسوفيجس. يبقى الاجابه ايه؟ اسوفيجس. طيب نمبر 10، ذا فود باسس فروم، بيمر من ذا ستومك، الاستومك تو ايه؟ دايركتلي على طول من الاستومك تو ايه؟ تعال نغني الاغنيه مع بعض. ماوس فارينكس اسوفيجس ستومك سمول انتستين. يبقى اللي بعد الاستومك مين؟ سمول انتستين. يلا بينا. نمبر 11، ذا ستومك ميكس ذا فود، الاستومك بتخلط الاكل ويز ايه؟ قلنا ان الاستومك كانت بت ايه؟ كانت بت 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 بتحط اتنين عصير، كان واحد اسمه ستومك اسيد، واحد اسمه ايه؟ دايجستيف جوس، صح؟ تمام. مش عارف، لو انت مش مذاكر الدرس حلو او مش رابط معاك قوي، ارجع اسمع الشرح، فيها هتلاقيه ايه في اول كومنت. طيب دايجستيف، اه يبقى فيها دايجستيف فود اونلي بس؟ لا. دايجستيف جوس اونلي؟ لا. ستومك اسيد اونلي؟ لا. سلايفا ودايجستيف جوس؟ سلايفا ده في بقي، ايه العبط ده؟ لا، يبقى ستومك اسيد وايه؟ ودايجستيف جوس. نمبر 12، ذا ليفر اند ايه بور زير جوسز، بيصبوا الجوس بتاعهم انتو سمول انتستين. كان الليفر ومين؟ كان الليفر والبنكرياس، الاتنين كانوا بيصبوا الجوس بتاعتهم، يحولوا الفود لنيوتريانت. طيب يلا نمبر 13، لونج وايندنج تيوب، انبوبه طويله ملفوفه، ذات اتس لينث، اللي الطول بتاعها مور ذان 6 متر، اكتر من 6 متر، اسمها ايه؟ انبوبه طويله ملفوفه، كان اللي اسمه الايه؟ انتستين. تمام. طيب the undigested food، الاكل اللي ما تهضمش، passes from small intestine لمين؟ يروح من small intestine لمين؟ small intestine large intestine، يروح لمين؟ large intestine. اللي مش مذاكر الدرس ده حلو، يرجع للشرح، الشرح كويس جدا. تمام. طيب number 15، in the large intestine، في large intestine مين؟ is absorbed from undigested food، مين اللي كان بيمتص من الاكل اللي ما اتهضمش؟ انا قلت لك لو انت ينفع تمشي تسرسب كده، ينفع؟ لا. يبقى اللارج انتستين بتعمل ايه؟ كانت بتشفط الميه اللي جوه الاكل اللي ما اتهضمش، عشان خاطر يبقى الويست بتاعتك سوليد، فما تبقاش ماشي مسرسب كده. يبقى الاجابه ايه؟ ووتر، بتشفط الايه؟ الووتر. تمام. بقول لك اسمع الشرح لو ما سمعتوش احسن، خلاص؟ طيب ماشي. نمبر 16، ذا سوليد ويست، الفضلات اللي هي الايه؟ السوليد اوف undigested فود، بيكم، بقت useless تو ذا بودي، ما بتبقاش مفيده للجسم. سو يعني عشان كده ذا بودي، الجسم must، لازم expel them، expel them يعني يطردهم outside، بره، through ايه؟ يا ترى يطردهم بالماوس؟ والله هتنط من اللارج انتستين للماوس؟ لا، بعد بعد السمول انتستين كان ايه؟ اللارج انتستين كان الانس. تمام. يبقى احنا قلنا ماوس فارينكس اسوفيجس ستومك سمول انتستين لارج انتستين، وهنخرجهم من الايه؟ من الانس. طيب ماشي. نمبر 17، all organs، كل الاعضاء of human digestive system، كل الاعضاء بتاعت جسم الانسان، are considered as، تعتبر كايه؟ adaptation. اعضاء organs يعني حاجة ربنا خالقها له، يعني ايه؟ structure طبعا، only structure، فقط structure. تمام. طيب طب only behavior؟ لا طبعا. structure behavior؟ لا طبعا. طيب neither structure nor behavior، يعني ايه neither structure nor behavior؟ يعني ولا ده ولا ده؟ لا، هو طبعا structure. neither يعني ولا ده ولا ده، neither nor، neither حاجة nor حاجة، يعني ولا ده ولا ده. طيب number 18، during inhalation، لما اتنفس لجوه، اير انتر ثرو ايه؟ الاير الانتر بيخش من ايه؟ زن، ثم للثروت الفارينكس. الاير يقدر يخش من النوز، ويقدر يخش من الايه؟ من الماوس. يبقى الاجابه بي. تمام. نمبر 19،
the passage of air، مرور الهواء، during inhalation عن طريق ايه؟ والله مرور الهواء ان انا بتنفس بقول ايه، nose، ها، pharynx، trachea. بعد كده التراكية تحول ل two bronchi، كده برونكاي، البرونكاي دي بتكون جوه الايه، اللنج. طيب يبقى انا عندي اول حاجة نوز، بعد كده ثروت اللي هو الفارينكس، بعد كده تروكيا، بعد كده اللنج. ادي دي بس كده، اجابة بسيطة خالص. شوف انت طول ما انت مسمع الدرس زي ما انا كنت بحفظه لك في الحصة كده يبقى زي الفل. طيب the throat، الفارينكس اللي هو الثروت، is connected to، متوصل to the lung through ايه، متوصل عن طريق ايه. انا كده في الريسبيراتوري، ها خلي بالك ان الثروت ده موجود في الدايجستيف والايه والريسبيراتوري. طيب متوصل باللنج عن طريق ايه؟ تعال نقول اللي احنا قلناه، نوز، فارينكس، تراكيا، تو لانج. ايه ده، يبقى مين اللي موصل اللانج بالتراكيا؟ الفارينكس باللانج مين؟ التراكيا. طب اللي موصل الفارينكس بالستومك؟ الاسوفيجس. تمام. طيب نمبر 21، inside the two lung، جوه two lung، at the end، في نهاية ال smaller air passage، في نهاية البرونكيول، في tiny air sacs أو tiny air sacs surrounded by ايه؟ يا ترى ال air sacs دي كان حواليها ايه؟ طبعا كان حواليها blood vessels، كان حواليها ايه؟ blood vessels اللي هي ايه؟ الأوعية الدموية. طيب ماشي. Number 22، inside the lungs، جوه اللنج، the trachea، التراكيا is branched، تفرعت into two tubes، التراكيا اهي تحولت ل two tubes، كان كل tube اسمه ايه؟ كان اسمه برونكاي، كان اسمه ايه؟ برونكاي. طيب number 23، the oxygen gas moves from، يمشي من ال air into blood، من ال air للدم عن طريق ايه؟ عن طريق مين؟ اكيد عن طريق ال ايه، ال ايه، ال ال lung. تمام. يعني هو كان في الهواء عادي، بعد كده بقى في الدم ازاي؟ عشان اللنج كان فيها الفيولاي، كان فيها حاجات كتير، فعن طريق مين؟ عن طريق اللنج. طيب يلا بينا نكمل. all of the following، كل اللي جاي، كل اللي جاي دول happen during exhalation، بيحصل وانا بعمل بطلع الهواء لبره، ما عدا except. طيب لما اعمل كده ايه اللي بيحصل؟ الدايفرام ريلاكس. اه بقى الدايفرام ريلاكس، دايفرام كونتراكت، لا دايفرام كونتراكت لما بعمل انهاليشن مش اكسهاليشن. طيب يلا نكمل الدرس. ماشي يلا. اسافيجس، الاسافيجس ماله؟ ده كان عبارة عن ماسكولار تيوب بتحرك الفود للاستومك، صح؟ اه افتكر ماسكولار متك تقفل وتفتح، فاكر؟ ارجع للدرس انا مش عارفه، هتلاقيه في اول كومنت. طيب السمول انتستين مالها؟ كانت بتعمل ايه؟ كانت انبوبه طويله ملفوفه، لونج وايندنج تيوب، اديني لقيتها، شوف بسيطه ازاي. طيب اللارج انتستين بتعمل ايه؟ كان بيبقى فيها الاندايجستد فود وتمص منه الميه عشان ما يمشيش يسرسب كده، صح؟ يبقى اللارج انتستين ايه؟ ابزورب ووتر فروم اندايجستد فود. طيب الاستومك، الاستومك بتعمل ميكس، تعمل ميكس مع مين؟ مع الاتنين جوز، اول واحد اسمه استومك اسيد والتاني اسمه دايجستيف جوز، يبقى اهي ميكس الفود مع الاتنين اسيد. طب الماوس ماله؟ الماوس الدايجيشن بيبدا فيه، طبعا اكيد الدايجيشن بيبدا ايه فيه. طيب نخش على اللي بعده. امسح، ايه ده، امسح 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 بس مسحنا. ماشي. التراكيه مالها؟ التراكيه، التراكيه لارج ماسل، عضله كبيره، ات ذا بيز اوف ريب، لا طبعا غلط. طيب ار لايك بالون، زي البالونه، لا اللي زي البالونه كان اللنج، معلش. طيب ايه ده، اللنج اهي لقيتها، ماشي يبقى وصلتها ببعضها. اللارج ماسل كان مين؟ اللارج ماسل كان الدايفرام. طيب مين الكاري اوكسجين، اللي بيشيل الاكسجين تو اول بادي اورجان؟ طب تعالى بلاش هنا. طيب is a tube، tube يعني ايه؟ انبوبه through which، اللي عن طريقها اللي بيخش الاير لللنج، يبقى مين؟ التراكيه، التراكيه طبعا. تمام. طيب اوكي، والبلد هو اللي بيشيل الاكسجين طبعا، ايه to all body organ، بيشيله carry يعني يشيل، يشيل الاكسجين لكل حته في الجسم. تمام تمام يلا بينا على الصح والغلط. طيب يلا
الدرس ده جميل قوي وطريقة شرحه كانت حلوة قوي، فلو انت قلقان منه او ابنك قلقان منه رجعي للشرح احسن. تمام. طيب digestive system consists of، متكون من similar organ، organs زي بعض، زي بعض بالظبط، work together، لا طبعا دي مش زي بعض. تمام. طيب the human body، جسم الانسان، gets oxygen، بياخد oxygen from food، بياخد الاكسجين من الاكل. والله هاخده من الاكل ولا هاخده من الهواء؟ هاخده من الهواء، يبقى غلط. طيب mouth، nose، esophagus، stomach are organs of digestive system، والله انا باكل بمناخيري؟ لا طبعا، يبقى غلط. طيب number four، the food، الفود، passes through، يمر من خلال ال large intestine، before يعني قبل، before يعني قبل، خلي بالك من الكلام ده، before يعني قبل و after يعني بعد. تمام. يبقى بيفور قبل ما يروح للسمول انتستين، لا ده انا كنت بغنيها ماوس، فارينكس، اسوفيجاس، ستومك، سمول انتستين، لارج انتستين. سمول انتستين كان قبليه، ازاي لارج انتستين يبقى قبليه؟ يبقى طبعا الاجابه غلط. طيب نخش على نمبر 5، ايش نخش على نمبر 5، الدايجيشن بروسيس، عمليه الهضم، بيجنز، بتبتدي ان ذا ستومك، في الاستومك، والذهاب باوف سلايفا، الدايجيشن بيبتدي في الاستومك، والله غلط طبعا. طيب تانج اند تيس، اللسان والسنان، مويست فود، بيطروا الاكل، وايل السلايفا، ولكن السلايفا بتطحن الاكل، والله الرياله في البق بتطحن الاكل، اللعاب ده لا طبعا. يبقى الاجابه غلط. طيب نمبر 7، فود ماست، فود باسس فروم، الفود بيمر من ماوس تو ستومك، من الماوس للاستومك، through a narrow tube، انبوبه ضيقه اسمها small intestine. والله انا بقول ماوس small intestine ولا ايه؟ لا انا بقول ماوس pharynx esophagus، ايه اللي small intestine اللي هيروح للاستومك ده؟ غلط طبعا. طيب number 8، food usually stay in stomach، يقول لك ان الفود بيفضل في الاستومك for few hours، كام ساعه كده، until يعني لحد it becomes a soupy liquid. احنا قلنا الاستومك بتحولها سوبي ليكويد، صح؟ ماشي. يبقى ايه؟ يبقى نمبر 8 صح. تمام اخيرا جت حاجه صح. ماشي يلا نمبر 9، ستومك ميكسس فود، الاستومك بتخلط الاكل with juices، مع العصير اللي جاي من ذات كام فروم، يعني جاي من الليفر والبنكرياس، لا الاستومك كانت بتعمل ايه؟ كانت بتعملها مع اتنين عصير، اول عصير كان اسمه ستومك اسيد، وتاني كان اسمه دايجستيف جوس. يبقى غلط، لكن الليفر والبنكرياس كانوا بيكونوا في السمول انتستين عشان بيحولوا الفود لنيوتريانت، اما الفود جوه الاستومك بيتحول لسوبي ليكويد. تمام. مش عارف ارجع لفيديو الشرح. تمام يلا بينا. the food gets broken، الفود بيتكسر، broken down into nutrient، يتحول لنيوتريانت في السمول انتستين، صح؟ ما انا قلت لك بيتحول في السمول انتستين لنيوتريانت، اما في الاستومك بيتحول لسوبي ليكويد. طيب يلا بينا، the walls of small intestine، الجدار بتاع السمول انتستين، absorb nutrient، بيمتص النيوتريانت، through عن طريق tiny blood vessels، الاوعيه الدمويه الصغيره، then blood carries them to all body parts، بعد كده الدم يعمل كان الوولز بتاعت السمول انتستين يلزق فيها النيوتريانت، النيوتريانت يكون مستنيها الدم فتمشي في الدم، ويرجع لفيديو الشرح هتفهمها اكتر. يبقى الاجابه صح طبعا. تمام. نمبر 12، السوالوينج اوف فود، بلع الاكل، without chewing، يعني ايه without؟ بدون chewing يعني مضغها، keeps، بيحافظ على الدايجستيف سيستم هيلثي، والله كده بحافظ عليه؟ لا طبعا، ده بيقول لك امضغ كويس ازاي يعني. طيب الدايجستيف سيستم اند باي انس، بينتهي بالانس، طبعا الاجابه صح. طيب انا كنت هكتبه ده، ماشي يلا بينا، the air travel، ثانيه واحده، the air travel down into lung، الاير بيروح لللنج through esophagus، من خلال الاسوفيجس، لا طبعا غلط. طيب بيروح عن طريق مين؟ التركية. طيب during inhalation، لما اخد نفس لجوه، the size of chest، حجم الصدر بيضيق، بيبقى نارو، والله يا بعمل كده ازاي بيبقى نارو؟ ده بيتنفخ، يبقى غلط. تمام. طيب number 16، during exhalation، لما اعمل
اطلع كده. الديافرام بيكسباند يعني بيريلاكس. طبعا يبقى الاجابه صح. تمام. طيب نمبر 17، the inhaled air الهواء اللي داخل is rich in غني بالكربون دايكسايد. الهواء اللي داخل غني بالكربون دايكسايد؟ لا طبعا ده غني بالاكسجين. تمام. يبقى الغلط ايه؟ يبقى المفروض دي غني بالاكسجين. طبعا يبقى بقى الاجابه ايه؟ غلط. طيب exposing to air ان هو التعرض للهواء، rich in dust مليان بالتراب، harm the respiratory system. harm يعني ايه؟ يأذي، ودست يعني تراب، يأذي respiratory system. طبعا طبعا ما ينفعش اقعد في حته فيها تراب كتير. طيب يلا بينا نحل ال scientific term. a system، يلا ال scientific term اللي هو ايه؟ هيجيب لي جملة وانا اقول ده ايه. فزورة. a system، system that help in اللي بيساعد in breaking down food، في تكسير الاكل smaller part. يا ترى system ده اسمه ايه؟ digestive ولا respiratory ولا nervous ولا ايه؟ لا digestive system. digestive ايه؟ system. طيب a group of organs، مجموعة من الاعضاء، that work together اللي بيشتغلوا مع بعض to perform a specific job. ان انا جميع اعضاء مع بعض كده، كذا عضو يشتغلوا مع بعض، دي معناها ايه؟ سيستم. كده ايه؟ كده انا بعمل سيستم. السيستم عباره عن اورجانز بتشتغل مع بعضها. دايجستيف سيستم عباره عن اورجانز بتشتغل كلهم مع بعض عشان يعملوا دايجشن. الريسبيراتوري سيستم عباره عن اورجانز بيشتغلوا مع بعض عشان يعملوا ريسبيريشن. فهمت كده؟ طيب نمبر 3. اوكي a process، طريقه ال breaking down of food لتكسير الاكل، لعملية تكسير الاكل. يبقى كده عملية الايه؟ الهضم، يعني digestion digestion process. digestion ايه؟ process. يبقى في فرق بين الجهاز الهضمي وبين عملية الهضم. الجهاز الهضمي يعني عبارة عن شوية اعضاء مع بعض بيشتغلوا بيهضموا. طب عملية الهضم؟ لا، هي عملية تكسير الأكل، عملية ال breaking down. يبقى نركز، يقول لي process يبقى أقول digestion process، قال لي system هقول له digestive system. نخلي بالنا من النقطة دي. تمام. تمام، عشان ما يحبوكوا شاطرين. تمام، عشان تطلعوا بإذن الله دكاترة مهندسين. أنا دكتور مش ميس، أنا دكتور أصلا. تمام. فإيه يعني؟ إيه يعني؟ عايزاكم تطلعوا أحسن ناس. خلاص. طيب the organ العضو where the digestion process، اللي digestion process begins يعني بيبتدي. يا ترى مين اول واحد في digestive system؟ مين اول واحد بيهضم؟ اكيد مين؟ الماوس، صح؟ ماوس. طيب بيقول لي ايه؟ مين بقى الجاي ده؟ they present in the mouse، موجود في الماوس. and play an important role، بيلعب دور مهم قوي. رول يعني دور. in crushing، كش كش كش. يا ترى مين اللي بيعمل crush؟ التيس طبعا. تمام. طيب a liquid substance in your mouth، حاجة سايلة في بقك، أكيد مين؟ اللعاب، الريالة اللي في بقك اللي هي ايه؟ الصلايفة. طيب number 7، the organ which receives، اللي بيستقبل the food from esophagus. يا ترى مين اللي بيستقبل الأكل من الإسوفيجس؟ ها، بعد الإسوفيجس مين؟ ماوس، فارينك، إسوفيجس، ستومك. يبقى بعد الإسوفيجس مين؟ ستومك. ماشي. يلا an organ، عضو، has tiny blood vessel، عنده blood vessel صغنونة، to absorb nutrient through its wall، عشان يمص النيوترينت عن طريق الحتة بتاعته. هو مين الأورجان ده؟ اللي اسمه الانتستين. طبعا اسمه الانتستين، كان بيتحول فيه الاكل للنيوترينت. وفي ايه؟ وفي tiny blood vessels مستنياه. ارجع للشرح لو عايز تفهمها اكتر. طيب number 9، an organ through which، اللي عن طريق solid waste of digestion، الحاجات الفضلات الوحشه بتطلع ليف ذا بادي. مين الفضلات بتطلع منه؟ الانس، الفتحه اللي احنا عارفينها طبعا. ماشي. طيب يلا بينا نكمل. يلا a long muscular tube، انبوبه طويله بتضغط بتقفل وتفتح، ذات موف ذا فود، بتحرك الاكل down into stomach، تودي الاكل للاستومك. مين اللي بيودي الاكل للاستومك؟ مين؟ الاسوفيجس طبعا. مين؟ الاسوفيجس. طيب a process، عملية of pulling air in، يدخل هواء لجوه، pushing air out، يطلع الهواء لبره. مين البروسيس دي؟ قلنا process يبقى respiration process.
respiration ايه process، انما قال لي لو system يبقى اقول له respiratory system، خلاص يبقى هنا respiration ايه process. طيب little ارساك عبارة عن اكياس هواء صغيرة، يا ترى اكياس الهواء الصغيرة دي كان اسمها ايه في على طول من غير ما اكمل السؤال؟ اكياس هواء صغنونة في respiratory system اسمها ايه؟ alveoli، اسمها ايه؟ alveoli. تمام. طيب لارج ماسل عضلة كبيرة ذات كونتراكت، عضلة كبيرة ذات كونتراكت during breathing، عضلة كبيرة بتقفش كده لما باجي اتنفس وتنزل لتحت وتخاف تيجي عليها الرئة، مين هي؟ الدايفرام. مين؟ الدايفرام. تمام. طيب كده خلصنا الساينتفك تيرم، يا رب يكون فاهم كويس. The human body، تعالى ما complete، يلا بينا نكمل complete. The human body، جسم الإنسان uses a system، يستخدم system A to get nutrient from food، عشان ياخد الغذاء من الأكل. مين؟ digestive or respiratory، أكيد digestive system. And use a system، يستخدم a system to get، عشان يحصل على الأكسجين من الأير، أكيد respiratory A system. طيب in order for food to become soft، ان عشان الاكل يبقى ايه soft يبقى طري، the a and a مين ومين؟ تمام. work to mix، مين اللي بيعمل mix and grind food؟ يا ترى مين اللي بيعمل mix للاكل؟ مين mix للاكل اللي هو مين؟ التنج، صح كده؟ اللي بيعمل mix مين؟ التنج. ومين اللي بيعمل crush كش كش؟ مين؟ التيس. تمام. طيب يلا بعده اللي بعده. in the digestive system، في ال digestive system food become، الفود بيصبح سوبي ليكويد، سوبي ليكويد قلت لك فين؟ في الاستومك، صح. طب النيوترينت قلت لك كانت فين؟ في السمول انتستين، شفت اهي فين؟ ايه في السمول ايه انتستين، شفت الدنيا بسيطه ازاي. تمام. طيب مين؟ the a is a tube، عباره عن انبوبه او زي خرطوم، has muscles، عندها عضلات يعني بتعمل ماسكولر، حركة ماسكولر to move the food، عشان يحرك الأكل down into stomach لحد الاستومك. مين يا ترى اللي يعني الأنبوبة اللي بتحرك الاستومك؟ أكيد مين؟ esophagus، أكيد مين؟ esophagus. while مين؟ مين بقى؟ ال long winding tube، الأنبوبة الطويلة الملفوفة، أنبوبة طويلة ملفوفة على طول، يبقى مين؟ small intestine. small intestine، بص هيقولك ايه، حتى اللينس بتاعها more than 6 meter، يبقى مين؟ small intestine. تمام. طيب اوكي. طيب يلا بينا نكمل. طيب the longest part of digestive system، اطول حاجة في ال digestive system تفتكر كان مين؟ هل الماوس اطول حاجة؟ لا. فارينكس؟ لا. اسوفيجاس؟ لا. مين كان طولها اكتر من 6 متر؟ وموست دايجيشن بروسيس تيك بليس، اكتر الهضم بيبقى جواها مين؟ طبعا السمول انتستين، هو اطول حاجه واكتر حاجه بتهضم فيها الاكل، سمول ايه انتستين. طيب السمول انتستين ريسيفز، يعني ايه ريسيف؟ يستقبل. يعني ايه ريسيف؟ يستقبل الجوس من مين ومين؟ مين اللي كانوا بيصبوا في السمول انتستين؟ فاكر ارجع للفيديوز لو عايز. يبقى كانوا ليفر ومين؟ كان ليفر وبنكرياس، كان ليفر ومين؟ وبنكرياس. طيب نمبر 7، the walls of small intestine، جدار السمول انتستين absorb، بيمتص the digested food، يمتص الاكل اللي اتهضم and transfer، ويودي it into your blood stream، يودي للدم عن طريق مين؟ الدم نفسه. مين اللي هيشفط بقى عشان يودي للدم؟ اللي كان بيشفط ال blood vessel، بيشفط ايه؟ ال blood vessel. طيب يلا number 8، in the digestive system، في الجهاز الهضمي، مين؟ intestine absorb nutrient، small ولا large؟ لا، اللي كان بتاخد ال nutrients اللي small. طب مين اللي absorb water from digested food، اللي كانت بتمص المية من الأكل ما تهضمش؟ اللارج مين؟ intestine. طيب number 9، air enters and exit in the human body، air enter يعني يخش، exit يعني يخرج، ترجم الكلام the human body، جسم الإنسان، عن طريق مين system؟ يا ترى الـ air هيخش عن طريق digestive ولا respiratory؟ كده ايه؟ respiratory system. ok
اكيد مين؟ respiratory system. طيب inside the lung جوه اللنج، the a end مين اللي بينتهي؟ with little air sac. كان في حاجة تمام اللي هي زي فروع الشجر بتنتهي بair sac اسمها ايه؟ bronchioles. اسمها ايه؟ bronchioles known as a. كان الair sac دي اسمها ايه؟ الair sac دي كان اسمها alveoli. كان اسمها ايه؟ alveoli. طيب number 11 during inhalation لما بعمل جوه الاير ترافل داون، الاير هيمشي فروم من يور ثروت، من الفارينكس بتاعك اللي هو الثروت تو يور لانج، لللانج عن طريق مين؟ والله انا قلت نوز فارينكس تراكيه، يبقى لانج بعد التراكيه لانج، يبقى مين؟ يبقى هيروح لللانج عن طريق مين؟ التراكيه. يروح لللانج عن طريق مين؟ التراكيه. طيب نمبر 12 at the base of your lips ribs اللي هي ايه؟ تحت الريبس. There is a large muscle. مين اللارج ماسل اللي بتلعب دور play important role for respiration؟ مين المسل الكبيرة كانت تحت الضلوع؟ ها diaphragm. مين الديافرام؟ طيب during inhalation لما اعمل لجوه the diaphragm contract، الديافرام هيعمل ويمشي ينزل فين؟ يعمل ايه؟ ينزل لتحت ليخاف ان الرئه ايه؟ ينزل داون وورد. يعمل ايه؟ موف داون وورد. لكن الاكسهاليشن بيعمل موف ايه؟ اب وورد. موف ايه؟ اب وورد، عشان هنا في الداون وورد عشان خاطر الرئه ما تلمسهوش، واب وورد عشان خلاص يرجع مكانه بقى، خلاص عشان ايه عملت ايه اكسهاليشن. كده خلصنا اول جزء من lesson 4 في concept 1 للdigestive and respiratory system. يا رب تكونوا فهمتوا كويس، اتمنى يكون استوعبتوا بشكل كبير. تمام طبعا مش هفكركم ان انتوا ايه، طبعا ما تنسوش تعملوا ايه لايك وشير وتبعتوا لاصحابكم وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد، وطبعا عشان انزل اي فيديو فعل زر الجرس عشان اول ما انزل فيديو على طول انت تلحق تتفرج عليه بسرعه وتلحق ما يفوتكش اي حاجه. يا رب اكون افدتكم بشكل كبير. تمام اللي عنده اي سؤال يقدر يبعته في الكومنتس هرد عليه، او يبعت لي على الواتساب على رقم 010-299-19557 وانا هرد عليه باذن الله. اللي محتاج اي حاجه يبعت لي، او يحتاج برضو يشترك في نظام الاونلاين. تمام شوفوا انتوا عايزين ايه، ربنا معاكم، تنسوناش من صالح دعواتكم. تمام وربنا معاكم يا رب، وان شاء الله باذن الله تكونوا متفوقين وشاطرين. هنبدا في الجيفريزون الفيديو الجاي، يا رب تكونوا مركزين، كله يكون مفتح دماغه، احنا محتاجين نفهم مش محتاجين نحفظ بشكل كبير، هنفهم ونحفظ ولكن لازم نفهم الاول عشان ما ينفعش احفظ كده وخلاص. تمام شكرا جدا، اقابلكم الفيديو الجاي.